السلام عليكم. الادوات الخاصه بمصير التكييف اللي هو ده الكالكوليتور يوزج اسمها الكاتالوج، ده بيقيس وزن الصاج بتاع التكييف. بكل بساطه بتبدا تحدد النقطه اللي انت عايز تقيس الوزن بتاعها، وبتحدد اليونت اللي انت عايزها. احنا هنعمل مثلا سيلكت على نقل الخصائص بتاعت الضغط، بعد كده هنروح للأداة اللي هي البن سوفت. هتقول له اول ضغط ولا الضغطات اللي انت عاملها سيلكت، وبعد كده تختار الماتيريال، وبعد كده هيبدا هو يجيب لك الوزن بتاعها قد ايه، ضغط ويت اهوت. ودي تقدر تحطها في جدول وتجمعهم كلهم من كل الضغطات اللي موجوده، او تعمل فلتر على الحاجات اللي موجوده في ليفل معين.